تحياتي لكل متابعينا اللي بنكبر فيهم، مثل ما دائما معودينكم على الفيديوز الحلوين، اليوم قررنا نعمل لكم فيديو غير عن اللي عادة بنعمله. هذه السيارة منا للبيع، بس حبينا نعمل لها ريفيو ونحضر احنا وياكم ونعرف كل تفاصيلها. اليوم عم نحكي عن سيارة، عن سوبر كار من احلى السيارات، نغم وميكانيك وجمال. عم نحكي عن 488 جي تي بي 2016. خليكم معي واحضروا الفيديو للاخر. فاذن يا شباب، مثل ما قلت لكم، هيدي الفراري 488 جي تي بي 2016، هيدي المكنة منا هيني. عم تحكوا عن 8 سلندر توين تيربو 661 حصانة وعلى ار بي ام 8000. هيدي السيارة هي خليفة ال 458 ولكن اسرع منها ب 99 حصان. خليكم معنا نشوف تفاصيل اكثر. شباب، قبل ما نبلش ونشوف السيارة من برا وجمالها الخارجي وجمالها الداخلي، في شغلة بدي اخبركم اياها. ليه سموها وعلى اي اساس 488؟ إذا بتقسموا سعة المحرك اللي هي 3900 على عدد الأسطوانات اللي هو 8، بيطلع معكم تقريبا 488، ولهالسبب سمت هالسيارة 488. هلا صار إجا الوقت نبرم عليها برمي من برا ونشوف كل تفاصيلها. منبلش أول شيء بالسيراميك كاربون فايبر بريكس، هاي السحبات الحلوين. هلا بنحكي عن كل التفاصيل اللي عم نشوفها، بس خلينا أول شيء ناخذ ثانية ونطلع على الجمال من ورا. هيدي السيارة يا شباب 1475 كيلو جرام فقط، وهي أخف ب 10 كيلو من السيارة القبلة اللي هي الـ 458. إذا بتحب تعرفوا قد ايه من 0 ل 100، هي ب 3.06 جزء من الثانية من 0 ل 100. أما التسارع من 0 ل 400 فهو بس ب 10.45 ثواني. يا أحلى شباب، والأحلى وأحلى هو التوب سبيد تبعها لهيدي السيارة هو 340 كيلومتر بالساعة. ياكم بقياس الدولاب الخلفي اللي هو 305 على 30-20 انش، وهول الفتحات بدي اخبركم عنهم انه هن معمولين فعليا، موجودين ميلة اليمين وشمال لحتى يبردوا الانجن اللي موجود ورا مع التيربوز تبعه. والانجن معلومة انه معمول كله من الالومنيوم ابدا. وبالنسبة لقياس الطاير الامامي هو 245-30 على 20 انش. يا عين على الجمال شباب، طلعوا بهالديفيوزر الخلفي، هو قريب لل 458. بعد ما فتنا على الداخلية، هلا بدنا نفتحها، نفوت على الداخلية نحكي كل التفاصيل اللي جوا، وبدنا ندورها ونسمع صوتها وكمان بدنا نجربها والسواقة. حابب اقول لكم انه التراكشن اللي عليها هو تراكشن الاف 1، هو ذاته والفيتاس الجير بوكس تبعها بيجي 7 غيارات. بيني وبينكم يا شباب تفاصيل خرافية، شوفوا شو عاملين هون، كله بهدف تبريد وانسيابية الهواء. شوفوا هون في شغلة هن عاملينها فوق الديفيوزر تحت علامة الفيراري، في فتحة هون، كذلك الأمر من هون. هلا بنفتح وبنشوف هالإنجن، بنشيل عنه الإزاز. شوفوا هالدفاع الأمامي يا شباب، إذا في أحلى من هيك. وهيدا الشبك اللي بقلبه الهدف منه يفوت هواء لحتى يبردوا البريكس تبع السيارة. وهيدا ضو الليد طبعا إكزانون، ما بخلينين بعلامة الفيراري مكبرينها. ومن جديد هاي السحبات طبعا، هالسيارة بتدور وبتفتح هالبصمة. يا عين على الكربون فايبر كيف ما نطلع يا احلى شباب. اما بالنسبه لهيدا الليد فهو كرمال الكاميرا، وهني حاطينها كثير منخفضه للكاميرا على اساس انك تساعدك وتشوف كل شيء لما تعوز تصفها هالحلوه اللعبة. طريقه فتح الباب مختلفه كليا عن الجيل اللي قبل. هاي الطريقه فتحت السياره، عندنا هون كبستين، كبسة القدام وكبسة البنزين. هذا الستيرنج ويل، رح نحكي عن كل الكبسات. هاي السيتس يا أحلى شباب، هيدي الكبسة. وبهي الطريقة نفتح الإزاز ورا ونرجع على الأنجن. يا عين يا عين يا شباب، 8 سلندر 661 حصان على RPM 8000. اول شيء هيدول الكبسات كلهم هلا بنفوت فيهم بكل تفاصيلهم، شو بيعنوا هن، عيه بيتصرفوا بهيدي الشاشه. هذا الاوتوماتيك هاند بريك، هون اللايتس، ستيرنج ويل قلبه كثير كبسات، رح نفوت بتفاصيلهم كلهم سوا. وهلا بنبلش يا شباب باول كبسه، مفتاح السعاده انا وانتو. يا عين يا عين يا عين. بالنسبه للستيرنج طبعا، كل ما يعلى الار بي ام تبع الستيرنج كل ما بضوي هون احمر، من هون بنظبط هيدي الاشاره، هيدي الاشاره اختها. هون بندور المساحات بكبسه، ومن جوا لبرا بنوقفهم. هدول التراكشن ويت سبور ريس، هون بنبلش نشيل التراكشن تبعه، وهون بدنا نضلها كبسينا ليعمل اوف. طبعا هيدي خطره نجربها، احنا حنسوقها على الريس نحن وياكم. كاربون فايبر هون بندور وبنطفي، وهي البامبي رود بتكبسوها، واز بتصير السياره جاهزه انها تتقبل طرقات. هي كبسه الكاميرات،
مجرد ما كبسناها يفتحوا الكاميرات عندنا هون على الشاشه. شوي نحن وياكم هون الاي سي واضح لإلي ولكم، كاب هولدر وحده فقط لا غير، كبسه الارير الاوتو، وهون اللانش كنترول. هيدا دولاب سبير اخذ كل المساحه بالصندوق الامامي، وانسى الموضوع انه تقدر تحطه اي غرض الا اذا كان صغير جدا. خلينا نعمل احنا وياكم جزدوره، هلا حطينا على سبورت مود، صوتها حلو كثير، بس يطلع الار بي ام فوق 3000 حلو، ولكن في صبابات معينه ما بتشتغل الا اثناء السواقه. فريم الايد لانه حاطينه اوتوماتيك، مجرد ما ركبنا فيتاس على الاوتو اوتوماتيكيا بس نمشي بحل الفريم وبصير فينا ننطلق. خليكم معنا لحتى نظهر لبرا نلاقي طريق حلوة زفتة خشين ندعس نحن وياكم. شباب فايزا مثل ما وعدناكم جزدورة خفيف نضيف نحن وياكم لحتى نسمع صوتها. هيدا بريمير انا حاططها على شين الاوتوماتيك. يا عيني على صوت النغم شباب، بس اسمعوا شباب، كنا اول مره بنختبر هيدي السياره نحن وياكم، اول مره بنختبر هيدا النوع من الفيديوز، ان شاء الله يكون الفيديو والمحتوى تبعه عجبكم، بدنا منكم دعم. هيدي سياره فظيعه بشكلها من برا بشكلها من جوا، بصوتها بنغمه، اسمعوا معي هالصوت، ذكية ولطفية، صوتها حلو. يعني السعادة ما بتنوصف لهيدي المكنة. مثل ما دائما بنقول الف على الدربات وهني صاحب الرصيد. إذا عجبكم هيدا المحتوى بدنا منكم دعم لهيدا الفيديو، تكتبوا لنا شو رأيكم بالفيديو، شو رأيكم بالسيارة، وإذا بدكم إيانا نكمل ونعمل هيدا النوع من الفيديوز. من هلا لوقتها بشوفكم بخير.